الايفكت اوف دراج يبقى دايناميك. الدراج بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل اكشن اسمه دايناميك. حلو قوي. وعشان برضو ما ننساش لو حصه خالص قلنا الدراج بيعمل في الجسم حاجتين. نيجوا معايا اكشن وونتد مطلوب او مرغوب فيه، واكشن انونت غير مرغوب فيه. الاكشن وونتد سميناها يا شباب ايه؟ ثيرابيوتيك افكت، تاثير علاجي. الاكشن انونت سميناها سايد افكت، تاثير ايه او اعراض ايه؟ سلبيه او جانبيه. تعالى بقى النهارده كده نبدا نتكلم عن الدايناميك واحده واحده. ليه ماشي معاها واحده؟ عرفنا الدايناميك يعني ايه يا جماعه؟ اول حاجه الديفينيشن. الدايناميك قلنا افكت اوف مين بقى؟ ها؟ او دراج ونظبط. سهل. ايه انواع الدايناميك؟ الاكشن بتاع الدراج ركز قد يكون حاجه من ثلاثه. انت هتذاكر لي فيهم اثنين والثالثه دي ليه؟ ممكن يكون الاكشن لوكال. ممكن يكون سيستميك. التالتة هقولها كانت موجودة في الكتابة دي واعرفها عشان لو الدكتور بيسأل الكتابة دي تبقى عارف. ويليب اسمها ريفليكس أو ريموت. ركز في الاتنين أوائل. الأكشن بتاعنا قد يكون لوكال. لوكال بالعربي يعني موضعي. يعني إيه موضعي يا دكتور؟ الدراج بيشتغل في مكانه وبس. إديني مثال. تسمع عن حاجة اسمها أوينتمنت. أوينتمنت بالعربي يعني إيه؟ مرهم. بلاش أوينتمنت. تسمع عن حاجة اسمها أي دروبس. قطرة. القطرة بتاع العدي لما تيجي هتشتغل فين؟ في مكانها. وذلك بيسموه لوكال دايناميك او لوكال اكشن. الدراج يا جماعه بيشتغل اوتسايد اوف ابلكيشن او اوتسايد ادمنستريشن بس. اديني مثال. قلنا مثال اي دروبس قطرة العين. طيب هل لوكال اكشن في الفارما عندنا ذو قيمه؟ مش قوي. امال الاكشن ذو قيمه ايه؟ رقم اثنين سيستميك. يعني ايه سيستميك دايناميك او سيستميك اكشن؟ يعني الدراج ده لازم يصل لحته اسمها سيستميك سيركوليشن. ادام يصل للسيستميك سيركوليشن يبقى لازم يكون حصل له ابزوربشن ثم ديستريبيوشن. حصل له امتصاص وتوزع. لما يوصل للسيستميك سيركوليشن يا جماعه يوصل لكل الاورجنز، يعمل اكشن على كل الاورجنز. ساعتها يسموا الاكشن ده ايه؟ سيستميك. قول لي مثال كل ادويه الفارما عندنا. احنا في الفارما بتاعتنا استهدفنا بنركز على الاكشن السيستميك. يبقى اذا يا جماعه الاكشن الكبار لوكال وسيستم. فهمت يعني ولا لا؟ عشان نخلص منه. لوكال يعني ايه؟ مفيش موضوع ده. لوكال يعني ايه؟ اتسايد فابيكيشن بيتم في مكان بس. اما سيستميك ده لازم يوصل لحته اسمها سيستميك ايه؟ يعني لازم يحصل له حاجتين اول ابزربشن ثم وده مصدر. ايه بقى التالته الرخمه دي؟ اولها مره عرفتها ما عرفتهاش انساها تاني. اقراها مره واحده بس في حياتك. ريفلكس اكشن او بيسموه ريموت اكشن. انت لو ماسك ريموت دلوقتي اشتغل عليه. انت بتشتغل على ريموت فين؟ في المكان الريموت نفسه. يعني بتك على ريموت هنا. الاكشن بيبان فين؟ في حته ثانيه. مش فاهم. يعني الدراج بيعمل تاثير مباشر منه. وقت هذا التاثير تاثير ثاني غير مباشر. برضه مش فاهم. اقول لك مثال مشهور قوي وقلنا هنعرفه وننساه. تسمع عن حاجه اسمها الامونيا؟ زمان لما كانوا بيحبوا يفوقوا حد كانوا بيشمموه ايه؟ نشاكر. بص بقى الامونيا بتعمل ايه؟ اسمع دي وقف. لو واحد شم امونيا يا دكتور ده كده الاير واي البرونكاي بتاعتنا. الاير واي دي يا جماعه لما واحد يشم امونيا الامونيا بتعمل اريتيشن. لما تعمل اريتيشن الاير واي قال لك هذا الاريتيشن يتبعه حاجه اسمها ريفلكس اكشن. يعني رد فعل كده يحصل ستيموليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. تاني امونيا بتعمل ايه؟ اريتيشن الاير واي. هذا يتبع من الجسم رد فعل. الناس معايا؟ ريفلكس اكشن يعمل استيموليشن اوف ريسبيراتوري ايه؟ سيل. ولذلك بيقولوا الامونيا بتعمل استيموليشن للريسبيراتوري سيل بالرغم من الامونيا ما بتعديش بلاد برين بارير. بمعنى الامونيا ما بتوصلش للسينس. فاهم حاجه؟ يعني الامونيا كاكشن مباشر ما بتعملش حاجه في السيل. امال الاكشن حصل ازاي؟ قول الاكشن ده اعرفه وانساه. خلاص؟ فهمتوا عشان لو حد سالك فيه؟ يبقى ريفلكس اكشن او ريموت اكشن معناه ايه؟ الدراج يعمل دايركت افكت او اللي هو اريتيشن اوف ايرويه. هذا يتبعه من الجسم ريفلكس افكت في حته ثانيه. ولذلك الخلاصه يقول لك ايه؟ امونيا بتعمل استيميليشن ريسبيرس سنتر. يا ابني ازاي؟ امونيا ما بتعديش بلاد برين بارير. قول له مش محتاجة تعدي. هذا في الفارما حاجه كده مش مشهوره اسمها ريفلكس او ريموت اكشن. عايز تسنس. طيب إذا يا جماعة احنا دلوقتي عرفنا يعني إيه دايناميك، الناس معانا ولا لا؟ يعني إيه دايناميك بقى؟ قول عشان تذاكر وتفهم. افكت اوف مين بقى؟ دراج على البودي. كم نوع من الدايناميك معانا؟ واحد لوكال، يعني لوكال؟
and site of aggregation. رقم اثنين يعني ايه systemic؟ لازم يوصل لسيستميك ايه؟ وعشان يوصل لسيستميك سيركيليشن محتاجين ابزوربشن ثم ديستريبيوشن. رقم ثلاثة ريفلكس، المثال يفهمك وين سيكونس. طيب تعال نطور نفسنا شوية ونعرف معلومة ثالثة، ايه الميكانيزمز بتاع الدايناميك؟ يعني السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي الدراج بيعمل اكشن؟ بص يا ابني انت مطلوب منك تركز على الميكانيزم اللي بيحصل. الامثله كتير ما شاء الله، يعني كتير في المذكره وفيها كتير. تعرف مثال واحد، لا يا دكتور يا ابني الجنرال ما هو الا بيمثلك اللي حصل في مدى. انا بحفظ كل امثله دلوقتي دي ساعه خمس دقايق، كل ده جاي في مدى بالتفصيل ممل. فانا اقول امثله احفظ لي واحد بس بعد ما اخلص. ازاي الدراج بيشتغل؟ ركز معايا استمرار، الحته دي مهمه. الكتاب مقسمها بطريقة، أنا بقسمها زيه بس مختلف شوية. إحنا عندك في المذكرة سبع ميكانيزمات الدراج أكشن. سبعة. هتلاقي واحد، اثنين، تلاتة معايا يا جماعة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وسبعة. الكتاب مخلي أول ستة في ناحية والسبع في ناحية واحدة. يعني أول ستة دلوقتي لو عايز تجمعهم لو سمحت كده، اسمهم نون ريسبتور ميديتد ميكانيزم. يعني يا دكتور؟ اول ست طرق للدواء ما بيعتمدش فيهم على الريسبتور، بيسموهم نون ريسبتور ميدييتد ميكانيزمز. طب رقم سبعة؟ لا، اسمها ريسبتور ميدييتد ميكانيزمز. خليك معايا، هما انتوا عاملين كده، يعملوا كده عشان نحفظهم دلوقتي. يعني الكتاب خلى رقم سبعة دي كوم لوحده، نص الميكانيزم رقم سبعة والسته اللي قبلها نص التاني. فاول حاجه عشان نحفظهم الدراجي بيشتغل ازاي يا جماعه؟ كل اثنين توأم مع بعض، كل اثنين توأم. الدراج رقم واحد واثنين بيشتغل بمجهوده الفردي، مش محتاج مساعدة من حد. يقول لك يا إما بيشتغل بخواصه الفيزيائية يبقى فيزيكال إفكت، أو خواصه الكيميائية يبقى كيميكال إفكت. يبقى أول حاجة يا شباب الدراج بيشتغل إزاي؟ أول اثنين مجهود فردي. يقول لك ده مش عايز حاجة، أنا هشتغل بمجهودي وركز معايا فيزيكال أو كيميكال. نفهمها بالمثال. نفهم اول مثال عندنا. هسأل سؤال كده بالبلدي كده والناس تفكر فيه. لو واحد عنده ضيارين، واحد عنده ضيارين، في ضيارة لا، واحد عنده اسهال، تنصحه ياكل ايه؟ خص. جوافه. مظبوط. حد عنده اكله ثانيه؟ بلح باين. خص. بلح. عشان في فايبرز يعني فايبرز عليك استيميشن. خص. اول انا معلش هو بس عشان الموقف اللي حصل كده على الله قدامي سبحان الله. نمونه. عارفين تفاح؟ تفاح ناس بتتقشروا. في ناس بتتقشروا. ايش بتاع التفاح ده مهم؟ يعني لو بتشوف تاكل ايش وتسيب التفاح ماشي. ليه بقى؟ ركز معايا. ايش التفاح فيه ماده اسمها بيكتين وماده اسمها كاولين. الناس اللي سمعت ادويه قبل كده، في دواء اسهال مشهور اسمه كابكت. دواء اسهال اسمه كابكت. كابكت يعني ايه؟ ادي كا بيكت، حطوا الماده اللي اسمها كاولين وبيكتين حطوهم مع بعض في دواء خلوه اسمه كابكت. السؤال بقى ازاي البيكتين والكاولين كمادتين بيستخدموا في علاج دائري؟ قال لك الدواء هنا بيعتمد على نفسه مجهوده الفردي. ركز معايا. طيب ايه اصلا يعني؟ طبعا احنا كنا مثلا نشرح كده في الحصه كلها تخلص على مثال. انا فاهم قال مثال البازل. بص يا سيدي. طيب ايه اصلا يعني؟ يعني الري ابزوربشن واحد. يعني مفيش ري ابزوربشن في الجي اي تي خالص. اذا كل الفلويد كل بعض الفود متجمع في الانتستاينال ليومين، وبالتالي هتلاقي هنا عك بقى شويه فلويد. وطبعا اكيد في بكتيريا وفي توكسين في بلاوي يعني. ايش التفاح ده يعمل؟ البكتيريا والكولين يا جماعه لما يتاخدوا بيوصلوا لحد الجي اي تي. ركز معايا. لما يوصلوا يعملوا كلمه واحده في الايه؟ في الفيزياء. فاكر كلمه اسمها ادزوربشن؟ ادزوربشن. ادزوربشن. هو انتوا جايين من الثانويه العامه هنا على طول ولا ايه؟ في البايو كيمست ما قلتوش ادزوربشن وعكسها ادزوربشن. انا يعني ماشي عكسها من بلد معلش. ايوه انا والله. طيب ماشي. طب انا هقول لكم بيقولوا على الناس من بلدي انا. ما تقولش على نفسك كده. ما تقولش على نفسك. طيب انا جديد بقى معلش. انا لسه سايب بقى بطاطا من بلدي هيقول لي اه عارفينه. عشان من بلدي برضه. ماشي المهم. معلش على قد ايه. طيب اسمع يا جماعه. اول حاجه البكتين والكولين. قالوا بقى؟ قال لك ابزوربشن يعني ايه؟ اد يعني سفنج. عارف السفنجه؟ ابزوربشن يعني سفنج يعني بيمتص الفلويد جواه.
ده اسمه absorption. طب absorption ايه؟ عارف المغناطيس؟ المغناطيس بيجمع حاجة ايه؟ اي حوالي دي هي absorption. يعني عايز تقول ايه؟ البكتين والكالين بيلم الحاجات دي حواليه. بيلم ايه بقى؟ بيلم الفلويد اهو والتوكسين وكل الكلام ده حواليه مرتين ثلاثة تلاش جلاتين اتفلت. شكرا. حل المشكلة ايه؟ الدوري. الدوري نشتغل ازاي يا جماعة؟ فيزيكال اكشن. فيزيكال اكشن. مثال اخر. في دواء اسمه مانيتول. ده ان شاء الله يبقى في المنهج. مانيتول ده يا جماعة بيشتغل اوزموتيك دايوريتيك. اوزموتيك. عارفين اوزموتيك ولا لا؟ عارفين بقى؟ يعني ايه اوزموزيس؟ بيسحب الدواء بيسحب المادة جواه زي السفنج. فمانيتول ده بيخش الجسم يسحب المية من الجسم وينزلها في اليورين. ولذلك بيسموه اوزموتيك ايه؟ دايوريتيك. يعني دايوريتيك؟ مضر للجول. اذا هنا رقم واحد عايز اقول له يا دكتور. عايز اقول لك الدواء بيشتغل ازاي؟ قول. قول. فيزيكال افكت او فيزيكال اكشن. خلاص في الفيزيكال. طيب في طريقه ثانيه الدواء يشتغل كيميكال افكت او كيميكال اكشن. خلاص في الكيميائي. خد مثال. دلوقتي واحد كان اكله جامده ودبها جامد حصل عنده حموضه. يعني ايه حموضه يا شباب؟ يعني مين اللي عالي دلوقتي في المعده؟ كده عايش فين؟ اللي عنده حموضه ده فيه فوار مشهور جدا في الصيدليه. عارفين الفوار البرعمي ده؟ فوار فروت عارفينه؟ لو انت بصيت على مكوناته، متخيل مكوناته ايه؟ بيس عشان يعادل ايه؟ الاسيد هيحصل يعني على الصفور. اتش سي ال هيتحد مع ماده، في ماده اسمها صوديوم بايكربونات. ركز. طبعا لما يتحدوا مع بعض يا جماعه يحصل ما يسمى نيوتراليزيشن، تعادل. هذا ايه؟ كيميكال. الامثله كتير، انا عايزك تفهم مثال واحد والباقي بص له جدا. معلش مثال تاني هقوله مهم. يبقى الدواء بيشتغل كيميكال ازاي؟ بيتفاعل جوه الجسم فيعمل اكشن. خد مثال تاني. في دواء اسمه هيبارين، الناس سمعت عنه طبعا. هيبارين ده بتاع ايه يا جماعه؟ سيوله. مضاد التقلب يعمل سيوله في الدم. تعرف ان في اي دكتور داخل عمليه جراحيه، عارفين عمليات القلب المفتوح؟ الدكتور لما يخش عمليه قلب مفتوح ويستخدم هيبارين ما ينفعش يخش بهيبارين بس. يقول لك انا معايا الجيب هيبارين والجيب التاني دواء اسمه بروتامين صافنت. سنة 2011 في مصر توقفت عمليات القلب المفتوح لمدة 6 شهور. الكلام ده كان معروف يعني 6 شهور كاملة عمليات القلب المفتوح كلها توقفت. ليه بقى؟ هيبارين موجود. هيبارين كان موجود. بس اللي ما كانش موجود ترك اسمه بروتامين صافنت. هفكرك ليه؟ فاكر اليابان؟ 2011 حصل فيها ايه؟ فاكرين ولا ايه؟ سونامي؟ في تسونامي بتاع 2011 او 2012. فبروتامين صافنت احنا دايما بنستورده من اليابان. اسمع بس الكلام اللي فيه. فالبروتامين ده هو المضاد بتاع الهيبارين. يا رب انا فهمتك الكلمه. يستورد. وجدوا ان الهيبارين يا جماعه كدواء بيتكون حواليه او حواليه شحنات سالبه. هذه الشحنات السالبه حوالين الهيبارين هي اللي بتعمل الاكتيفيتي بتاعته. المضاد بتاعه او الضار اللي بيتفاعل معاه اسمه ايه؟ بروتامين صافنت. عارف بروتامين صافنت ده؟ حواليه شحنات موجبه. قول لي بقى. يبقى ايه الاكشن بتاع بروتامين صافنت؟ هيخش يتفاعل مع مين؟ يحصل ايه يا جماعه؟ نيوتراليزيشن. يبقى ده اسمه كيميكال سهل. اذا يا جماعه انا عايز المثال يفهمني ما اقعدش احفظ امثله، كل ده جاي في منهج بالتفصيل. يبقى اول ميكانيزمين لدراج اكشن يا اما ايه يا اما يرد عليا يا فيزيكال يا الدراج. اذا مش معتمد على حاجه، الدراج معتمد على صفاته الشخصيه. طبعا في امثله برضه ما مش عايز اجيب ولا امثال بس اعرف في حاجه اسمها كيليشن. كيليشن يعني يا جماعه؟ ديليشن. يعني دراج جيمس دراج تاني او ماده في ماده يعملوا كومبلكس ما يشتغلش. مثال في دراج اسمه عندنا في المنهج اسمه ايرون حديد. لو واحد واخد حديد بكميات كبيره حصل منه توكسيستي في دواء اسمه دي او ديسفروكزامين. ديسفروكزامين ده يا شبابنا من الاخر بيعمل ايه؟ بيلتهب مع الايرون يعمل كومبلكس ما بيشتغلش. اذا الدواء ده بيشتغل باي كيميكال افكت. اعرف المعنى واحفظ مثال واحد لحد ما ندرس الكلام ده بالتفصيل. يبقى اول اثنين اخوات الدراج بيشتغل ازاي؟ ردوا عليا يا اما ايه؟ فيزيكال يا اما كيمي. هنحفظ مثال الفيزيكال مانيتول. حلو قوي. مانيتول بيشتغل اوزموتيك دايوريتيك. بيزود كميه البول عن طريق خاصيه الاوزموس. تاني حاجه كيميكال. احفظ اول مثال سهل اللي هو حاجه اسمها انتاسيد. انتاسيد يعني ايه يا جماعه؟ مضاد الحموضه في مباراه اسمه بيبتيك ايه؟ بيسباس. انا بدي مضاد الحموضه اللي هو صوديوم بايكربونات عشان يعالج الميت اللي عنده قرحه فين؟ في المعده. هذا اسمه كيميكال. طيب هل في ميكانيزمات ثانيه؟ ثلاثه واربعه اخوات. ركز معايا ثلاثه واربعه يلا. الدراج ممكن يشتغل رقم ثلاثه ازاي يا جماعه؟
قال لك الدراج رقم 3 يشتغل اكشن اونلي، حاجه اسمها السيل ميمبرين، يا اما اكشن اون انزايت. بص معايا، هو السيل ميمبرين في ايه ده يشتغل؟ انتوا عارفين من اهم وظائف السيل ميمبرين حاجه اسمها البرمياليتي، عارفين البرمياليتي ده؟ يعني عبر حاجه اسمها ايرون اي. قول لي كده اي ايرون شنو عارفين؟ اي ايرون سولس بوتاسيوم كالسيوم. احنا عندنا في الفارما في مجموعات اسمها كده صوديوم شانل بلوكرز، بوتاسيوم شانل بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز. دي ثلاث مجموعات مهمين جدا في الكارديو فاسكولار. اذا عايز تقول ايه؟ الدراج ممكن يا جماعه يشتغل على السيل ميمبرين، يعني يعمل ايه يعني؟ يشتغل على ايرون شانل. اهو في دراجات والله بتفتح الايرون شانل، في دراجات بتقفلها. اديني مثال حتى ما يبقى المثال عندك ديجيتاليس. ديجيتاليس ده لما نشوفه ان شاء الله في المنهج بيمنع حاجه اسمها، اقول لك ورد عليا، صوديوم بوتاسيوم بام، عارفينها؟ دي اهم بام موجوده على السيل ميمبرين. يبقى اذا الدواء ميكانيزمه ايه؟ اكشن اون سيل ميمبرين، اشتغل على الايرون شانل او بريميبلتي. طب اللي بعدها الدراج بيخش جوه الخليه يشتغل على انزايم. بيدوا الانزايم يا اما يعملوا له ستيموليشن يا اما يعملوا له انهبشن. غالبا 99% انهبشن. يعني امثله الفارما اللي عندنا كلها انهبيشن. والمثال اللي موجود عندك مجموعه ده اسمها كولين استريس. اسمع الاول، كولين استريس ده اسم انزيم صح؟ فاكر كان بيعمل ايه في الفسيولوجي؟ بيكسر استاينين. لما ادانا ده اسمه في الفارما كولين استريس انهبيتور. انهبيتور قول لي يعمل ايه؟ الله يكرم مصروف. لما يزود استاين كولين هيبدا الاكشن يتم. يبقى اذا ده ميكانيزم رقم اربعه، لازم اربعه اخوات كوكب. اكشن اون سيل ميمبرين او اكشن اون انزيم. خمسه وسته ادمجهم ببعض. كتاب دمجهم ادمجهم. انترفيرنس، انترفيرنس يعني انهبشن، انهبشن امنع. حاجه اسمها سيل ديفيجن، سيل ديفيجن. وحاجه اسمها ميتابوليك فاصل، يعني كلمه واحده والمهم مع بعض يخلص. جينيتيك افكت. الدراج بيشتغل على الجينيتيك. عارف اليوكلاس بتاع الخليه؟ طب اديني مثال ما يسموش طول عمري. مكتوب عندك سايتوتوكسين. السايتوتوكسين ده يا جماعه الاسم الثاني الانتي كانسر. ينفع الانتي كانسر؟ عايز لاقي واحد كده فهمني بالراحه. ايه الانتي كانسر دي يا مدير؟ الانتي كانسر بنت السرطان دي بتعمل. يعني معلوماتك السابقه يعني. انا لما ادي دواء ربنا يعافي الجميع يعني. عنده كانسر. ادويه الكانسر دي بتعمل يا شباب؟ بتمنع ايه؟ انقسام الكانسر سيل. طبعا هو للاسف مش بتمنع انقسام الكانسر سيل بس، لا ده بتمنع انقسام النورمال سيل كمان. انت عارف اشهر خلايا النورمال عندها بتنقسم لبون ايه؟ لبون مرض بيتضرب الهيل. وربنا عارفين ان الناس اللي بتاخد علاج الكيماوي للكانسر شعرها بيقع، لان الدواء بيمنع الديفيجن بتاع الكانسر والنورمال. ولذلك الانتي كانسر، انتي كانسر دراج ميكانيزمي في الاكشن بتلعب على السيل ديفيجن او ميتابوليك بوسي. اكتب كلمه واحده، جينيتيك ابارينس او اليوكلاس بتاع الخليه، جينيتيك ابريتس اللي هو اليوكلاس بتاع الخليه، وبالتالي تمنع ايه؟ تمنع الريجن. ميتابوليك دي انا مش عايز المثال بتاعها، مش عايز كم بيتوش خلاص. يبقى اسمع يا جماعه، كل ده اسمه نان ريسبتور، لسه ما اتشهرش ريسبتور. اسمع منك كده لو سمحت، كل واحد تمثال، تمثال واحد. يبقى الدراج ممكن يشتغل زي رد عليه 10 بيتوش، يا اما ايه؟ يا اما اثنين قصاد بعض، يا فيزيكال، يا دي مثال فيزيكال ميتول، دي مثال كيميكال. انتس اسمع، انتس على طول رقم 3 و4 اكشن 1 يعني اتكلم عليه سيل ميمبرين، اي ان ايه؟ انا شايف يا اما اكشن 1 بمنع انزايم زي كولين ستريز ان هيبت، يا اما رقم 5 تخلي حاجه واحده، خلي حاجه واحده افكت اون او انترفيرنس او انهبشن اوف جينيتيك ابريتس او سي ديفيشن. وامثال مشهور بتاعنا انتي ايه؟ انتي. طيب ده كله كده يعتبر ميكانيزم واحد، هم صحيح خمسه ولا سته بس يعتبر ميكانيزم واحد. امال مين اللي بيعدلهم كلهم بقى؟ اللي هو عروسه النهارده بقى، اكشن اون ريسبتور. ركز معايا بقى، الحصه تبدا بقى يا جماعه. هو الريسبتور ده موجود فين بالظبط؟ جاي من بره ولا موجود جوه الجسم؟ حلو قوي. ماذا تعرف اي نوع من الريسبتور تعرفه؟ في الفسيولوجي كده اي ريسبتور عارفه. فاكر حاجه اسمها ادرينرجيك بتاع الدليل زي بيتا، فاكر بيتا؟ واقف. فاكر حاجه اسمها كولينرجيك زي مين؟ مسكري او نيكوتينيك كده. دلوقتي انا عايز اعرف تعريف عام للريسبتور. انا عايز اقول تعريف عام للريسبتور يعني ايه يا جماعه؟ ركز كده عشان حتى التعريف ما تنساهوش.
بص يا سيدي، لازم الاثنين في الاول الريسبتور ده موجود عندنا جوه الجسم صح؟ بيتصنع زيه زي الانزيم. اسمع يا شباب الصوت، الريسبتور ده ماده موجوده عندنا جوه الجسم. يبقى الريسبتور ده هنقعد معاه بقى نحس اللي جاب معايا. عايز اعرف الريسبتور ما ينساهوش، هو عباره عن بروتين. بروتين موجود في الجسم، ادي بروتين اهو. علشان يبقى واضح للدواء هو ماكرو مولكيول. ماكرو مولكيول يعني ايه؟ حجم الجزيء لازم يبقى كبير ولازم يبقى حساس بيفرق. سيستم كيمو سيستم يعني يحس بالدواء لما يجي. يبقى هو خلي بالك الريسبتور عباره عن ثلاث كلمات، هو بروتين. ايه مالو؟ ماكرو مولكيول حجمه زي بير. وسيستم موجود فين يا جماعه بالظبط في الخليه؟ قد يكون موجود على السيل سيرفيس على سطح الخليه، وقد يكون موجود ايه؟ انسايد السيل جوه الخليه. الريسبتور قد يكون موجود على السيرفيس على السيمبرين، وقد يكون موجود انسايد الخليه. لازمته ايه؟ مستني مين يا جماعه؟ الريسبتور ده مستقبل مين؟ قول يا عباره ده عليك مستقبل الدراج. يبقى ان ويتش دراج باين الدراج بيمسك فيه يا جماعه؟ عشان نعمل ايه؟ اكشن. ده تعرف الريسبتور ربنا ما ينساهوش. تاني الريسبتور عباره عن ايه؟ ثالث ماك هو ايه؟ ردوا بروتين. ماله؟ ماكرو مولكيول. ماله بقى؟ سيستم موجود جوه الخليه يا اما على السيرفيس يا اما انسايد. ان ويتش دراج باين تو بروديوس ايه؟ اكشن. ايه انواع الريسبتور قلنا في؟ والله انت عارف السنه الفيزيولوجي في كولينرجيك في ادرينرجيك. بس انا هقسم تقسيمه الفرقه بتاعتنا الى فاميليز عائلات. في عيله ريسبتور يا جماعه، نبدا بقى عائله ريسبتور عندنا او انواع ريسبتور بقى كبيره. اول عائله او اول نوع في الريسبتورز اسمها ايون اتشر. اول عيله ايه؟ ايون اتشر. مش فاهم. كانوا بيسموها زمان في الفيزيولوجي ليجاند جيتد ايون اتشر. مش فاهم برضه يعني ادي الخليه يا دكتور الريسبتور ماسك في ايون اتشر. لما الريسبتور يحصل له ستيموليشن يفتح الاتشر يحصل اكشن. هديك مثال. فاكر حاجه اسمها نيكوتينيك ريسبتور ولا لا؟ نيكوتينيك يا جماعه بتاخد عزيمه عندكم، انا حاسس ان انتوا مش معايا. بس انا لو شربته مش هعرف اتكلم عشان سوزر. الف سلامه. الله يسلمك. اديكم حارس. انتوا سامعين ولا لا يعني؟ اكيد يعني. بس انا عمال حاسس ان انا بكلم نفسي. لا 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 يا عم ده لا ده ما ينفعش حضرتك. المهم اللي عايز يبقى الحصه دي يعني بكره يبقى حضرتك. النيكوتينيك ريسبتور ماله؟ ماله؟ بقول لك ده ريسبتور موجود ماسك في ايون شانل. ان عشان ما تنساش ان ده ماسك في صوديوم شانل. مين اللي بيمسك في النيكوتين يا جماعه؟ بيمسك في النيكوتين. فاهم ماده اسمها استايل بوليمر؟ لما يمسك الاستايل بوليمر في النيكوتينيك ريسبتور بيحصل يبقى اسفل. بيفتح الصوديوم شانل. فاكر زمان لما يفتح الصوديوم شانل بيحصل كلمه اسمها دي اي. هو ده الاكشن بتاع الريسبتور. يبقى الريسبتور الاولاني ده اسمه ايون شانل. اديني مثال تاني برضه عشان ده كده. في ريسبتور اسمه جاما. في ماده اسمها جاما سي ان اس. بتفوق ولا بتنادي؟ انهبيتوري العام. فالجاما يا جماعه دي موجوده برضه على السيل ميمبرين من بره كده. ماسكه في حاجه اسمها كلورايد شانل. لما يفتح كلورايد شانل بيحصل كلمه اسمها هايبر بولاريزيشن يمشي. اي اول نوع ايه بقى؟ يبقى اول نوع عندنا في الريسبتور عموما اسمه يا جماعه ردوا ايرن شانل. وده عباره عن الريسبتور بيبقى باينت ويز ايرن شانل. لما الريسبتور يحصل له ستيموليشن يفتح الشانل يحصل اكشن. اديني مثال واحد 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 مثال واحد نيكوتينيك مع الصوديوم شانل. التاني النوع الثاني عايز تركيز شويه اسمه جي بروتين كابل ريسبتور. سمعت عنه ولا؟ طب ما ركز معايا عشان نفهمه برضه شويه. كل التفاصيل اقولها في الجي بروتين هتيجي معانا تاني في الاوتونوما. يعني اول سيستم عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي كده هنقول الجي بروتين تاني. قدامك فرصتين. اسم الجي بروتين ده يا جماعه اولا سموه جي نسبه لماده اسمها الجوانين. في جوانين؟ حلوه. الجي بروتين ده لو اتكلمنا عن تكوينه بيتكون من ثلاثه سب يونت. الفا بيتا جاما. لو بصينا على تكوين المكتوب عامل ازاي؟ هم على سطح الخليه الاول. ادي سطح الخليه اهو. هتلاقي الجي بروتين عباره عن الفا صب يونت تاني. وبيتا وجاما دول توأم. لازقين في بعض، ما يسيبوش من بعض ابدا. دي اسمها بيتا وجاما اسمهم دايما. توأم ما يسيبوش من بعض. والفا يعني ركز معايا الصبور.
المسؤول عن الاكتيفيتي في الجي الفا اسمها الفا سبيوت. الفا دي قد تكون اس وقد تكون ار. اس يعني استيمولات. يعني تاجر عادي. في انزيم كده اسمه دكتور ادينايل سايكليز اجيبه في البايو اشهر كبار في الطب بيحول ماده اسمها تي بي الى سايكليك اي ام اي كده عادي. سايكليك ادينايل مونوفوسفيت ماشي. اسمع بقى انت عايز ايه يا دكتور؟ الريسبتور اهو اهو ماسك في الشيبوتي ده كله اسمه شيبوتي. لو الريسبتور ده كان بيعمل استيموليشن هيشغل حاجه اسمها جي اس. طب لو كان بيعمل انهبيشن هيشغل حاجه اسمها جي ايه؟ اه. المحصله ايه؟ ركز كده. لما حفز جي اس هحفز مين؟ ادرينال سايكليز يزود ماده اسمها سايكليك ايه؟ ولما قلل يقلل السايكليك ايه؟ السؤال بقى ايه السايكليك ايه ده اصلا؟ ده بيسموه في الفارما او فيسيولوجي سكندري يا جماعه مسنجر. يعني برضه عشان الناس تفهم اكتر. انت متخيل الريسبتور هيخش جوه الخلايا يشتغل؟ لا. الريسبتور مش هيشتغل بنفسه. الريسبتور مجرد يبعت اشاره بس للانزيم ده اهو يقوم يزود السايكليك ام بي. السايكليك ام بي هو اللي يقوم بالاكشن. طب قدر الريسبتور مش عايز كده تشتغل يبعت اشاره للانزيم يضعف يقل فيقل السايكليك ام بي فيقل الاكشن. وصلت؟ اذا ده اسمه جي بروتين قابل ريسبتور. كل ريسبتور بتاع الاوتونومي جي بروتين. يعني عندنا الاوتونومي مين؟ الفا واحد الفا اثنين بيتا واحد بيتا اتنين ده كله تبع جي بروتين كارب هتجيبها ماشي. يبقى ده تاني نوع من الريسبت. تالت نوع يا جماعه. تالت نوع ده انا بسميه ترانس ممبرين. الشباب اسمعوا معايا عشان اشرحهولك خش على المساعده على طول. في بيتكلم عن ريسبتور اسمه انسولين. عارفين انسولين ريسبتور؟ طبعا انسولين ريسبتور حاجه مميزه محدش غيره بيعملها. لو بصيت على الانسولين ريسبتور هتلاقي عباره عن ايه يا شباب؟ وزن اوت وزن ده اتنين الفا ولا اتنين بيتا. خليك بس معايا. الانسولين كترك اوت هرمون لما يجلس يمسك بالالفا ولا بيتا على كده اللي بره فالانسولين بيمسك كده لما يمسك بالالفا يا جماعه بيحفزها فتحفز البيتا. البيتا ماسكه في البيتا هو ده السؤال. في انزيم اسمه تيروزين كوينيز. هسأل سؤال هو الانسولين بيعمل ايه في الفارما عموما الطب عموما؟ اهم وظيفه الانسولين دخل مين جوه الخليه؟ مين اللي دخل الجلوكوز جوه الخليه؟ التيروزين كوينيز. اذا ده بيسموه انزيم لينكد. اسم تاني انزيم لينكد او ريسبتور لينكد تو تيروزين كوينيز. اشهر مثال ما تنساهوش انسولين ريسبتور. يبقى عد معايا لحد بقى ثلاثه اسمعهم كده لو سمحت. يعني واحد ريسبتور عموما بقى واحد عايز اتشالك اديني مثال واحد. لا نيكوتينيك بقى نيكوتينيك بيمسك في سوليوم شرب. النوع الثاني جي بروتين قابل ريسبتور وقد يكون جي اس او جي يبقى انهبيتور. الانواع الريسبتور دي سيبها جايه بالتفصيل يعني. ثم رقم ثلاثه يا دكتور ترانس ميمبريك او اسمه انزيم ليه ماسك في انزيم. وقلنا اشهر مثال والمثال اللي بنحبه قوي انسولين ريسبتور. وقلنا الانسولين ريسبتور ماسك في مين يا جماعه؟ انزيم اسمه ايه؟ اهو تنزيل كاريز ده هو اللي بيقوم بالفانكشن او الاكشن كلها. اخر نقطه. على كده لو جينا من بره لجوه جينا على السيم ميمبرين. اهو سيم ميمبرين في نيفور في ايريك شانل وفي جي بروتين كارب. جينا واحد اسمه ترانس ميمبرين. يعني ترانس ميمبرين؟ جزء اوتر وجزء انر. احنا دلوقتي هنخش جوه السايت ميمبرين. يبقى النوع التالت اسمه سايتوبلازميك ريسبتور. او اسمه انترا سيلولار ريسبتور او اسمه موبايل ريسبتور. المهم ان الريسبتور موقعه فين؟ جوه الخليه في السيتوبلازم. ده النوع الرابع والاخير يا جماعه وركز معايا فيه لو سمحت. سيتوبلازميك ريسبتور ركز عشان الكتاب اي حاجه مش موجوده في الكتاب تاني. قال لك ده نوعين يا اما هرمون. الريسبتور بتاع الهرمونات عموما بيكون جوه الخليه في السيتوبلازم. ناس تسمع طبعا هرمون اسمه ستيرويدز. الاسترويدز يا شباب اي ستيرويد كده طبعا بروجستيرون تستوستيرون ها كورتيزون اهم واحد اهم واحد كورتيكوسترويد ماشي. والسيرويد طبعا مش طويل بس تبعنا اي هرمون ريسبتور بتاعه بيبقى موجود فين يا دكتور؟ في السيتوبلازم. ركز معايا هيشتغل ازاي؟ ادي خليه اهي وادي ريسبتور موجود في السيتوبلازم. هيحصل ايه؟ الهرمون لازم يخش بنفسه جوه الخليه
يمسك في الريسبتور، والريسبتور ده مكتوب عندك موبايل ولا فيكسد؟ لا موبايل، مكتوب موبايل مش مكتوب، مكتوب موبايل بيتحرك. فين يحصل؟ لما يمسك الدراج اللي هو الهرمون، خلي بالك معايا حته لو سمحت، لما يمسك الهرمون في الريسبتور في السيتوبلازم بيتحرك لحد ما يوصل للنيوكلس. الجين ال ام يعمل ياثر على حاجه اسمها جين ترانسكريبشن، او ياثر على حاجه اسمها بروتين ايه سينس. في سؤال، هو ليه الناس العاميه العامه كده بيخافوا من ده اسمه الكورتيزون؟ هم مش عارفين. طبعا الكورتيزون بيعمل اي مصيبه تعملها في الطب الكورتيزون بيعملها. يعني الكورتيزون قد يكون سبب لمرضى مرض السكر، الضغط، قرحه المعده، المايوجيت، وماذا اي حاجه تتخيلها الكورتيزون ممكن يعملها كمرض. كده بس من كلام. لكن انت كدكتور، الناس دي العاميه عارفه ليه كده؟ انت دكتور ليه بتخاف من الكورتيزون؟ لانه بيلعب في حته خطيره في الخليه اللي اسمها ايه؟ جين ترانسكريبشن او بروتين سينس. وزي الكورتيزون مش كده. لازم يا جماعه عشان نقول معلومه ان الان ترانسفير ريسبتور قد تكون تخص مين الاول رد عليا؟ هرمون. الهرمون بيشتغل ازاي بقى؟ بيمسك فين؟ في السيتوبلازميك ريسبتور. وبعدين ياثر على مين؟ يبقى هو موبايل هو بيتحرك، ياثر على الجين او الدي ان ايه بتاعنا فياثر على بروتين ايه؟ سيلز. ده اول نوع من السيتوبلازميك ريسبتور اسمه هرمونز. في نوع تاني محتاج تفهم شويه، ده هنقابله ان شاء الله في الكارديو فاسكولار سيستم. قبل ما اقول عندك بص معايا الصدمة، الناس تسمع عن دواء مشهور بشوف القلب اسمه نايتريت او نايتروجليسرين، عارفينه؟ ده بتاع القلب. انت عارف ان وريد الانجينا اللي هو الذبح اكبر مشكله عنده ايه؟ عارفين الشريان التاني؟ الكوريان ده ممكن يقفل مره واحده وبالتالي يحصل وريد ذبح. يبقى انا لما عاوز ادي دواء في علاج الانجينا لازم يعمل ايه في البلاد فيزيل؟ اسمها في وصفه ايه؟ دايلاتيشن. المهم السؤال بيقول ازاي؟ هقول الميكانيزم ده للفهم دلوقتي، هيجي لنا تاني بالتفصيل. بيقول لك ان الدواء اللي اسمه نايتريت اللي هو بتاع الانجينا ده، هفهمك ميكانيزمه كامل دلوقتي. اسمع عشان هو مطلوب الكلام ده في الجنوب. بص يا سيدي ركز معايا. نايتريت داخل الجسم، لك ان تعلم نايتريت ده كدرانك ملوش اي قيمه. نايتريت ده ملوش اي لازمه. كل مهمته انه يطلع في الجسم ماده اسمها NO. NO دي يعني ايه يا جماعه؟ نايتريك اوكسايد. نايتريك اوكسايد. هذا النايتريك اوكسايد يا جماعه بيحفز انزيم مهم. اسمع اسمه. اسمه جوانيل سايكليز. سوليبول بلا سوليبول بتاع جوانيل سايكليز. اسمع بقى ده بيعمل ايه؟ لانه ده لما يحفز جوانيل سايكليز جوه الخليه بيعمل ايه بقى؟ بيحاول تفاعل. لسه احنا واخدين من شويه ادينايل سايكليز صح؟ أدرس سجلت بحاول اي تي بي مين؟ ده هو يبقى جوانا سجلت بحاول مين؟ جي تي بي الى كله سايكلين جي بي. عارف السايكلين ده بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن في السموث ماسل عموما وخاصة في الادريس بيحصل فازو ايه؟ هذا ما يسمى لو جوانايل سايكلين. يبقى الدراج ريسبتور بتاعه قاعد جوه الخليه اسمه سوليبل جوانايل سايكلين. عرفت بيشتغل ازاي تاني؟ تاني حته هي صور الشرح كلها في المثال بس. تاني قلنا دواء اسمه نايتريت. الكتاب معلش النايتريت دلوقتي، قال لك الميكانيزم ده بص باسم الدواء. النايتريت لما بيشتغل شويه ازاي يا جماعه؟ بيخش جوه الخليه في السيتوبلازم يحفز ريليزه بماده اسمها ايه؟ ايه هو ايه ده بيعمل ايه بقى؟ بيحفز انزيم موجود في السيتوبلازم اسمه جوانايل سايكليز. لو بيكون تفاعل في الجي تي بي الى سايكليك. السايكليك جي تي بي ده يا جماعه بيعمل من الاخر ريلاكسيشن او فازو دايلاتيشن. يبقى ده الريسبتور العميد. اسمع اربع انواع كبار من الريسبتور. يلا واحد ايوه شانل اديني مثال كله نيكوتينيك معنين ثلاثه قول والله اثنين جي بروتين قابل والجي قد يكون جي اس او جي اس يعني ايه؟ يعني بيحفز ازاي اسمه ايه؟ جدعان وسيب الاسماء دلوقتي وجي اي يعني ايه؟ ايه بتاع دراسه كريس بقى السايد جنري رقم ثلاثه مش دراسه مبريتي احنا فهمتها ان هو ترانس ممبرين يعني جزء بره جوه الحفاظ اللي بعدها انزيم ايه؟ او ريسبتور لينكد تو تيروزين كاينيز. مين الريسبتور ده يا شباب ناس؟ انسولين. فهمتوا ازاي؟ انسولين له 2 اي 2 الفا بره و2 بيتا سب يونت جوه. القصه بتحصل ازاي؟ الانسولين بيمسك مين؟ الفا وبعدين يحفز مين؟ بيتا تعمل ايه؟ بتحفز تيروزين كاينيز وما بيعملش. اخر نوع يا شبابنا انترازيولر اسمه سايتوبلازمك اسمه تالت موبايل
ولا معايا في هرمون في انتوا بتشتغلوا ازاي؟ قول لي تاني مش عايز هرمون الهرمون يدخل جوه السيتوبلازم ويمسك في الريسبتور وبعدين يتحرك يا اما يتحرك لحد الدي ان ايه يعصر على جين ترانسكريبشن او بروتين ايه سينس. اما النوع الثاني يا جماعه اسمه ايه بقى؟ سوليبل جوانايل سايكليز بلا سوبر ولا بتاع جوانايل سايكليز ده حد بيعرف يعمل ايه؟ قال لك ان هو لما يتحفز يحفز ده يعمل ايه بقى؟ جي تي بي الى سايكليز هو ده اللي بيقوم بالفانكشن بتاعتنا اللي هو ايه؟ ريلاكسيشن في الريسبونس مصر او فازو دايمج. حلو لا 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 معلش هو الزحمه عارف ان هي عامله كده بس معلش عشان ما تاخرش في فرصه احنا اشتغل معاك بس المره اللي جايه كناتوا ناسيين الحين المره اللي جايه كيلو وربع والله ان شاء الله احنا اسمع بس كنت معلش كامل اللي فات كله عشان انت عايز بس انا عايز الفيديو بص يا سيدي علاقه احنا كلنا بنتكلم على سيرة ما جبناش سيرة الدواء تمام الكلام ده كله بتكلم عن ايه الزيت الدواء بقى بالنسبه للزيت ايه اللي يحصل له؟ ركز معايا لو سمحت انت ايه؟ خلاص نمشي. الدراج يا جماعه بالنسبه للريسبتور في كذا صفه كده. اول صفه للريسبتور الدراج يكون له كلمه اسمها افينيتي. افينيتي يا دكتور يعني ايه؟ العربي يعني قابليه. يعني ايه قابليه؟ لازم الدراج يقدر يمسك في هذا الريسبتور عشان يشتغل عليه. اسمع معايا يا ولد. اول مصطلح عايز اقول لك دلوقتي في مصطلح اسمه افينيتي مش مرتاح ليه؟ ايه معاك؟ افينيتي معناها دكتور ايه؟ بالبلدي هتطلع ايه؟ قابليه. طب الفارما؟ ابيليتي اوف دراج تو بايند ذوز ريسبتور. جت انتوا حاجه اسمها كي اند لوك. المفتاح شريف عارف لازم من الاول يبقى ايه؟ يبقى فيت صح؟ وبالتالي اول حاجه افينيتي ابيليتي اوف دراج تو بايند ذوز ريسبتور. عايز تقول ايه؟ مش اي دراج يمسك في ريسبتور بمعنى ادرينالين يمسك في الادرينرجيك أستايل كريم زيكم انرجي. طيب يبقى اول حاجه افينيتي ابيليتي جراد تو بايند ذوز ريسبتور. في كلمه ثانيه اهم اسمها افيكاسي بالعربي يعني فاعلين. يعني يا دكتور قدره بقى الدراج ريسبتور اللي يتجمع ده مع بعضه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بمثال واقعي كده النهارده روح هات مفاتيح كده وحطها في البيت مش كل المفاتيح بتخش في الكروم بتفتح صح؟ يعني مش اي دراج له افينيتي بيعمل ايه؟ كلمك دي تاني يعني مش لازم الدراج له افينيتي بيعمل افيكس افيكس يعني يا دكتور قلنا فاعليه يعني ايه فاعليه؟ قلنا هنا يتكون دراج ريسبتور كومبلكس. طب يعني ايه بقى افيكس؟ دراج ريسبتور كومبلكس يعمل حاجه مهمه اسمها ايه؟ افكت. يبقى عندنا مصطلحين مهمين جدا النهارده افينيتي ابيليتي اوف ذا دراج تو بايند وذ ريسبتور. طب يعني ايه افكس؟ ability of the drug receptor complex نعمل ايه؟ اكشن. طيب الفارما عندنا الادويه بتاعتنا عباره عن ايه؟ ادويه في الفارما يا اما يكون اسمه اجونست يا اما يكون يا جماعه اسمه انتاجونست. تمام الكلام؟ وفي واحد في النص ده يقول اسمه الدواء في الفارما يا ابيض يا اسود اجونست يا انتاجونست. يعني ايه اجونست؟ يعني دواء بيمسك في الريسبتور يبقى له افينيتي ولا ملوش؟ له يبقى له افينيتي اهو. طب يعني ايه انتاجونست؟ دواء بيمسك في الريسبتور يبقى له افينيتي برضه. خلاف من الكلام الاجونست والانتاجونست بيمسكوا في الريسبتور. الفكره فين؟ في الافكس. قلنا الافكس يعني ايه قلنا؟ اللي يقدر يعمل اكشن. الاجونست لما يمسك في الريسبتور بيعمل افكس. اذا هنا في افكس هنا. حتى الناس يقول لك بيعمل افكاسي بيسموها واحد. مش فاهم يا دكتور. من الاخر يا جماعه الريسبتور ده اصلا له اكشن. فالدراج لما يمسك فيه بيشغل الريسبتور فيعمل فيه. اما الانتاجونست نسمع بيمسك في الريسبتور ولكنه ما بيعملش افكاسي. يعني من الاخر ده بيعمل ايه؟ زيرو. او سالب يعني. يعني هتقول لي طب ايه لازمه الدراج ده؟ اسمع معايا بس. ايه لازمه ان ادي دراج يقفل الريسبتور؟ اكيد الريسبتور ده عامل مشكله. اقول لك مثال فين يعني تسمع عن حاجه اسمها مرض اسمه هايبرتنشن صح؟ سبب الضغط يا جماعه قد يكون العلم شغال زي ما عايزه العلم بيزود الدم اللي طالع منه يبقى الريسبتور اسمها بيتا دي شغاله قوي صح؟ يبقى الدواء اللي هتيجي يعمل ايه؟ يقفل في بيتا بيسموه بيتا انتاجونست. يبقى ده ميكانيزم انه يقفل الاكشن بتاع الكلام ده شويه. فهمت قصدي؟ يبقى اذا يا جماعه عايز اقول يعني ايه اجونست في الفارما بقى؟ دراج له ايه وله ايه؟
لو افينيتي عند بروديوس افكس. طب يعني ايه انتاغونست؟ ها دراج لو افينيتي عند بروديوس زيرو افكس او لو افكس. طب يعني ايه اللي في النص؟ بارشيال اجونست. او ده بدا يتسمى يعقد عشان الفارما اللي لسه كلها اجونست وانتاغونست. بعض الامثله اللي جدا تكاد تكون على الاصابع يعني اسمها بارشيال اجونست. يعني بارشيال اجونست يعني دراج لو افينيتي وان، ولكن الفيكس بتاعته يقول لك والله بارشيال. يعني ايه بارشيال؟ بص من زيرو الى واحد، مش فاهم. لكن عشان الدواء ده بالذات هو اللي عقدنا. الاجونست واضح بيمسك في الريسبتور يشغل، الانتاجونست واضح بيمسك في الريسبتور يعمل ايه؟ بلوك بيقفله. اما البارشيال اجونست الوحيد اللي مش واضح، واحنا في الدنيا يا جماعه دايما بنحب الشخص الواضح. انت معانا ولا علينا؟ انا مش بعبر عليك، انا مشجع اللعبه الحلوه. يعني ايه؟ ده اسمه بارشيال اجونست. اسمه بارشيال اجونست ظروفه ايه بقى؟ قال لك ده بيشتغل بوشين منافق. يعني ايه منافق يا دكتور؟ الدواء ده يا جماعه طبعا انا مش هذكر الامثال دلوقتي لان ايه الامثال اللي في المنهج. البارشيال اجونست بيقول لك بيشتغل اجونست في بعض الاحيان بس ساعتها واحد، وبيشتغل انتاجونست في احيان اخرى بس ساعتها زيرو. نقطه تمام مش فاهم. هقول لك وحاول تفهم معايا. حلو حد نبي يقول لك لو كان متاخد لوحده يبقى اجونست، لو متاخد لوحده كان راجل لوحده يبقى اجونست يمسك في الريسبتور وشغال. طب لو متاخد مع دراج تاني بيشتغل نفس الشغل بتاعه يبقى انتاجونست تاني. لو الدراج اللي هو بارشيال اجونست ده متاخد لوحده بيشتغل اجونست يعمل افكت واحد. لو متاخد الون، طب اقدر متاخد مع دراج تاني بيشتغل نفس الريسبتور ساعتها يدخلوا الاثنين يحصل منهم حاجه اسمها كومبيتيشن، فساعتها ما يحصلش اكشن فيها صريح زيرو. فاهم قصدي؟ يبقى اسمه ايه؟ بارشيال اجونست. في ناس بيسموه في الفرق اجونست انتاجونست، اجونست انتاجونست. يبقى ركز معايا تاني في ريت اوف اي جي. سيبك منه هجي لها دلوقتي، عايز اسمع منك كده. بقول لك في الفرق اجونست يعني ايه بقى في الفرق المحترمه؟ ها دراج ميلو هاز افينيتي اند بروديوس افكس. طب يعني ايه انتاجونست يا جماعه؟ دراج هاز افينيتي اند بروديوس نو افكس او زيرو افكس. طب يعني ايه بارشيال اجونست؟ لا الاول اللي هو افينيتي بص عليه قول له يكسب كده. دراج هاز اند بروديوس بارشيال افكس. اسمها بارشيال. بارشيال افكس يعني ايه؟ يعني لو عايز تديله رقم يا دكتور يبقى من زيرو لواحد، اقارب واحد يعني. وفي بالك زي ما هو كاتبها كده بيقول لك ايه؟ والله الدواء ده لو متاخد لوحده هيشتغل اجونست عادي. لو متاخد معاه دواء تاني بيشتغل نفس الريسبتور يحصل منافسه. هذه المنافسه كده الدراج ما يشتغلش يحصل ايه؟ يحصل زيرو افكت. ماشي؟ هل الدواء ده في الفارما هنستفيد منه حاجه؟ لا مش هنستفيد. يعني الفارما كلها يا اما اجونست يا اما تم. اديني مثال. تسمع الاسيتايلكولين طبعا. الاسيتايلكولين اجونست على المصدرينك. طب تسمع الادرينالين؟ الادرينالين اجونست على الادرينرجي زي الفا او بيتا. ده اسمه كده اجونست. طب اديني مثال لانتاجونست. نسمع الدواء اسمه اتروبين. سمعت اسمه؟ اتروبين ده يا جماعه انتاجونست على مين؟ على مسكرينك. يعني ايه في المسكرينك؟ طب قالوا لي بارشيال اجونست. انا مش ده مش عادي دلوقتي بس عايز تسمع في دواء ان شاء الله هنقابله اسمه ترامادول. اسمع له؟ تعرف ان ترامادول ده هو اوبيويد. اوبيويد يعني افيون ولكنه بارشيال اجونست. تكتب تاني سيريس. ترامادول ده افيون بارشيال. يعني اسمع بس اقول لك افيون بس. لو واحد مش مدمن لمورفين، طبعا المورفين ده الكبير بتاع العيله بتاع الافيون. لو واحد ما بياخدش مورفين وخد ترامادول هيسقط. ترامادول بيعمل ساعتها اجونست. يبقى زيه زي المورفين ويشتغل 100 فزاد يسقط. طب لو واحد مدمن مورفين وخد ترامادول هيشتغل ساعتها ايه؟ انتاجونست. ساعتها يقول لك ماشي يا جماعه. طيب يا ابني ما انت كنت متعود متعود ما كنتش متعود عشان كده. بص يا جماعه طيب احنا احتمال ان احنا احتمال ان احنا مش هيحصل تعود.